ما تمشيش يا نادر. واحد زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، ملفات سرية، أحداث حقيقية. هل أنت مستعد لدخول البعد الخامس؟ إعداد نوران أيمن. الأرض تتهيأ لحدث عظيم. الجملة دي متهيأ لكتير مننا قروها أو سمعوها أو شافوا فيديوز تخصها خلال السنتين اللي فاتت، تحديدا في بداية أزمة كورونا، لما كنا بنشوف صور لأماكن كتير فاضية تماما في العالم كله شكلها موحش ومرعب جدا. لما كنا بنشوف الصور دي كلنا كنا بنحس بقبضة، نحس زي ما بيقولوا كده في حزن شديد في قلوبنا. ومش في الفترة دي بس، ظواهر تانية كتير زي الأزمات والحروب اللي بتحصل، وزي الجفاف اللي بيحصل في أوروبا وبعض البلاد الأفريقية، انكشاف أحجار الجوع المكتوب عليها إن رأيتموني فابكوا، وتغيير المناخ اللي بيحصل في الدول الأوروبية اللي عمرها ما كانت بتبقى حر، وفجأة بقت درجات الحرارة عندهم بتقترب من 40 درجة، والتلج اللي بقى ينزل في أماكن استوائية زي ما حصل في الكاميرون مثلا، وظواهر تانية غريبة زي دوران الحيوانات حوالين بعض اللي اتكلمنا عنه لو تفتكروا أكتر من مرة في الفترة اللي فاتت. كل ده بيؤكد موضوع إن الأرض بتتهيأ لدخول البعد الخامس. طيب، هل أنت مستعد لدخول البعد الخامس؟ قبل ما تجاوبني خلينا أشرح لك الأول بشكل مبسط جدا إيه هو البعد الخامس. فيزيائيا كلنا عارفين الأبعاد الثلاثة المعروفة، الطول والعرض والارتفاع، واسمعنا كتير عن البعد الرابع وعارفينه ومصدقين وجوده رغم انه مش ملموس، لأن البعد الرابع هو الزمن اللي قال عنه اينشتاين لا يمكن توصيف اي حدث في الكون بدون اضافة بعد رابع. اما البعد الخامس فهو كمان مش ملموس، ما تقدرش تشوفه بعينك. العلماء شبهوه بأنك مثلا لما تغوص تحت المية وتوصل لعمق كبير بتبقى مش شايف الموج اللي على السطح ولا حتى حاسس بيه، ولكنه موجود. ونفس الموضوع بالنسبة لبعد الخامس، موجود ولكنه في مستوى مختلف عننا وبالتالي مش حاسين بيه. بعد فيه كل الاحتمالات بشكل لا نهائي، بشكل لا محدود. بالنسبة للبعد الخامس روحيا أو روحانيا عند خبراء الطاقة والروحانيين، فبيعتبر هو الصحوة الروحية اللي بتخليك تقدر ترتقي لأبعاد تانية غير البعد الثالث والرابع اللي عايشين فيهم، لأن طاقة حضرتك أنت تحديدا مناسبة أكتر للبعد الخامس. ليه؟ البعد الخامس فيه وفرة في كل حاجة، ثراء، وفرة مالية، درجة وعي عالية، قدرات بيعتبرها البعض خارقة، مفيش وجود لأي حاجة سلبية من أي نوع، الحب فيه غير مشروط، مفيش حاجة ممكن تضايقك بأي شكل، متقبل شكلك وظروفك ومشاعرك وكل حاجة بتمر بيها. حاجة كده شبه الأحلام، أو نوضحها أكتر نقول شبه أحلام اليقظة لما تسرح بخيالك وتحس إنك في عالم تاني فيه كل حاجة حلوة بتتمناها. بتقدر وانت سرحان كده او بتحلم احلام اليقظة تتنقل براحتك بين الماضي والحاضر والمستقبل من غير اي حدود. باختصار، البعد الخامس مش مكان هننتقل له خالص، ولكنها حالة هنعيشها ونحس بيها. مش كلنا برضو، في اعراض كتير بنحس بيها بتكون اعراض تغيير الترددات وارتفاع ترددات الارض،
لأنها مستعدة للدخول في البعد الخامس زي ما كنا لسه بنقول. هتلاقي في حاجات كتير بتحصل لك وانت مش فاهمها، زي انك مثلا على طول حاسس بالتعب والإجهاد دايما رغم انك مش عيان وسليم تماما بإجماع الدكاترة والأطباء والتحاليل، بس تعبان مجهد ما عندكش طاقة تعمل أي حاجة رغم انك أصلا طول اليوم ما عملتش حاجة. والسبب في ده انك فيك طاقات عالية بتستقبلها لأنك مستعد للانتقال للبعد الخامس، والطاقات العالية دي مرهقة جدا، وزي كمان انك بتشتكي من حاجة بتلاقيها بقت أسوأ من الأول. يعني مثلا بتشتكي انك ما بتعرفش تنام، فتلاقي نفسك بدل ما كنت بتعرف تنام ساعتين ما بقتش تعرف تنام خالص، او بتشتكي من انك مزنوق في الفلوس فيحصل حاجة تخليك تتزنق اكتر، او تشتكي ان العربية بقت قديمة وبتعطل فتلاقيها باظت خالص وما بتتحركش. وبيقولك ده تفسيره ان الشكوى والتذمر بيمنعوك من الانتقال للبعد الخامس المثالي اللي فيه كل حاجة انت عايزها بتتحقق، وبيخلوك تفضل في مستوى الوعي المنخفض في البعد اللي انت عايش فيه حاليا. في علم الطاقة بينصحوا ان احنا نتقبل اي صعوبات بنمر بيها، لان دي بتكون بمثابة اختبار صغير لينا علشان نقدر ننتقل للبعد الخامس. انا عارف ان الموضوع معقد شوية، لكن فعلا يستحق انك تشوف الموضوع ده بينطبق عليك ولا لا. واللي يحس انه فعلا مواصفات الانتقال للبعد الخامس بتنطبق عليه يدخل حالا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 158,000 مشترك، ويقول لنا ايه هي العلامات اللي بنقول اننا مستعدين بيها للانتقال للبعد الخامس. في حاجات أعجب من العجب يا جماعة، هتلاقينا كتير منا مروا بيها، وفي برضو ناس هيقولوا لا ما مرناش. خسرت ناس كتير في حياتك، فقدت أشياء كمان كنت بتعتز بيها، ممكن كمان يكون في حد قريب منك قوي قوي ومش بتتخيل حياتك من غيره، ولما فقدته اكتشفت انك ما تأثرتش خالص. ممكن تكون فقدت فلوس، وظيفة مثلا، او اي حاجة تانية. حاجة تانية، بتحلم أحلام غريبة، أحلام مش مرعبة لكنها غريبة وملخبطة وكتيرة وزحمة، فيها ناس كتير وأحداث كتير وأماكن عمرك ما رحتها وأشخاص عمرك في حياتك ما شفتهم. مريت بده؟ بتشوف أرقام متكررة بتتكرر معاك، ظاهرة الأرقام الملائكية اتكلمنا عنها قبل كده، وخليني برضه أفكركم بيها في عجالة النهاردة. بتشوف فعلا فكرة الأرقام المتكررة؟ حاسس انك مبسوط انك وحيد؟ موضوع وحدتك وانك عايش في عزلة ده مريحك؟ ما بقيتش عايز تدور على حد تقضي معاه وقت ولا تكمل اصلا معاه حياتك؟ مبسوط كده وانت لوحدك وقافل على نفسك؟ حاسس ان البعد عن الناس فعلا غنيمة؟ ولكن في علاقة توأم شعلة في حياتك ما تقدرش تبعد عنها، وهنشرحها برضو كمان شوية بعد ما نتكلم عن الارقام الملائكية في ملفنا النهاردة. علامة كمان، ما بقيتش تحب تستعرض أو تستعرضي بالنسبة للولد أو للبنت الشكل والجمال والشياكة وكل حاجة والجسم وهكذا، يعني مش عايز تظهر أصلا ولا تقابل ناس تشوفك، مش عايز تثير انتباه حد ولا حد بيثير انتباهك، بتحب تلبس الحاجة اللي ما تلفتش النظر. من الآخر بتحس بدوخة متكررة ملهاش سبب طبي؟ طب هقولك، بيقولك ان ده بيكون سبب اختلال الطاقة اللي جواك واللي حواليك. طيب بتسمع طنين في ودانك من فترة للتانية، زنة يعني كده اشبه بالهمهمة من وقت للتاني، او تصفير مثلا؟ طب ايه كمان، ساعات بتشوف اشكال كده زي خطوط او لمعات كده او نقط قدام عينيك؟ وبأكد تاني من غير وجود سبب طبي. ساعات نومك بقت اقل من الاول؟ حاسس على طول بالتعب والإجهاد زي ما كنا لسه بنقول من دقايق من غير سبب ومن غير أي مجهود، وتقول هو في إيه؟ أنا ما عملتش حاجة علشان أكون تعبان كده. ساعات تلاقي نفسك حران وبعد شوية تلاقي نفسك بردان، تغيرات بتحس بيها في درجة حرارة جسمك من حال لحال. ساعات كتير بتتوتر وتبقى حاسس إن في حاجة وحشة هتحصل، وقلبك زي ما يقولوا كده حاسس بيها وانت مش عارف هي إيه أصلاً. أحلام كتير من أحلامك بتتحقق على طول وبسرعة، تحلم الحاجة تحصل بعدها،
بتحس أحيانا بين الفترة وأخرى بالديجافو، إنك تكون في موقف وتحس إنك شفت الموقف ده قبل كده بكل تفاصيله. بتتضايق من الجزمة والشراب وبتبقى عايز تقلعهم مجرد ما تقعد في مكان تخلص منهم، لأن حاسس إن في حرارة في رجليك مسببة تعب لجسمك كله لدرجة إن الحرارة ضربة في النافوخ. دي تقريبا معظم العلامات. خلينا أقولها لك بعناوين تاني بسرعة: خسرت ناس كتير في حياتك ومش فارق معاك، أحلامك بقت غريبة وبتشوف ناس ما تعرفهاش وأماكن ما تعرفهاش، بتشوف الأرقام الملائكية اللي بتتكرر بشكل غير منطقي، مبسوط بالوحدة، ما بقتش تحب تلفت النظر أو تلفت النظر وتلبس حاجات ما تبينش شكلك أصلا وكأنك مستخبي فيها، بتحس بدوخة متكررة بدون سبب، بتسمع زنة من غير سبب، بتشوف أشكال زي خطوط أو لمعات كده أو نقط قدام عينيك فجأة بدون سبب طبي، نومك بيقل، على طول مجهد وحاسس بالإجهاد من غير سبب، بتحس بالحر فجأة وبعد شوية بتحس بالبرد فجأة، بيتحقق كتير من أحلامك، الديجافو بيهاجمك بين الوقت والآخر، بتتضايق من أي حاجة تأيد رجليك، جزمة شراب لدرجة إن في البعض منهم بيحب يسوق العربية وهو حافي. قولولي بقى كام علامة من دول، احكولي عنهم، بينطبقوا عليك مش بالعدد، قولي من العلامات دي أنا بينطبق علي العلامة الفلانية والفلانية والفلانية. هتقولي فين؟ أقولك ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 158,000، اتأكد إنه فيه فوق 158,000، واكتب لي العلامات اللي بتنطبق عليك من هذه العلامات الخاصة بالانتقال للبعد الخامس. اتكلمنا عن الأرقام الملائكية من ضمن العلامات، خلينا نقولها بشكل سريع. الموضوع ببساطة إن الرقم اللي بتشوفه بيتكرر قدامك باستمرار بيكون وراه رسالة ملائكية، بيقال إن كائنات طيبة، كائنات نورانية، كائنات إيجابية عايزة توصل لك هذه الرسائل من تلك الأرقام، فبيبعتولك إشارات عايزينك تاخد بالك منها، عايزين يساعدوك على الاستمرار في طريقك الصح أو يحذروك من حاجة أنت مش واخد بالك منها. في كتاب اسمه رسائل الملائكة لكاتبة اسمها دورين فيرتشو بتشرح فيه الموضوع ده بالتفصيل، وقالت الظاهرة دي ملهاش أي علاقة بالخرافات على فكرة، ظاهرة بتحصل للناس اللي بيبدأوا طريقهم في زيادة العلم والمعرفة الروحانية مش المادية، الناس اللي عندهم الشفافية عالية، الناس المهتمة بالجوانب الروحانية في حياتهم، الناس اللي بتسمع ما يخص عالم ما وراء الطبيعة وبتبقى مندمجة معاه وما بتكدبوش لما يحصل كلام عن الجن والكائنات الظلامية وكائنات جوف الأرض وكائنات الأرواح وخلافه، بيبقوا منتبهين جدا وبيندمجوا في الكلام والاستماع جدا، يعني من الآخر اللي هم حضراتكم يا معلمين. الناس اللي عاطفتهم دايما هي اللي بتحكمهم أكتر من عقلهم، الناس اللي حس العاطفة عندهم بيغلب حس المنطق، بيكون الجانب الأيمن من المخ هو المسؤول عن العواطف والإبداع نشط عندهم أكتر من الجانب الأيسر، وبالتالي بياخدوا بالهم أكتر من الظواهر دي لأن هما بيركزوا مع التفاصيل الصغيرة وبتلفت نظرهم أكتر من الناس التانية اللي زي ما بيقولوا عليها العملية البراكتيكال. الناس دي على فكرة بيكون إحساسهم الداخلي وانطباعاتهم عن الناس صح جدا، تلاقيهم مثلا يقولوا لك فلان ده مش كويس، يا ابني شفت منه حاجة هو مش كويس وخلاص، وبيطلع في الآخر كلامهم صح. أنا حاسس أن الموضوع الفلاني ده هيحصل فيه مشكلة كبيرة، أو حاسس أن الموضوع الفلاني ده فيه خير كبير جاي من وراه، وبرضو كلامهم بيطلع صح. بيقولك دي كمان من علامات الاستعداد للانتقال للبعد الخامس، الناس اللي عندها فكرة انها لما بتقفل من حاجة بيبقى كلامها صح 100%، وبرضو لما تتشجع لحاجة بيبقى كلامها صح برضو 100%. ولأن العالم الروحاني مش بيستخدم لغة البشر في توصيل الرسائل، فبيستخدم الرموز والأرقام علشان نستدل منها على الرسالة اللي المفروض توصل لنا. ركزوا بقى في اللي جاي، هقولك دلوقتي مجموعة من الأرقام والرسائل اللي وراها زي ما بيقولوا علامات. وعلى فكرة
لو بيتكرر قدامك رقم مثلا زي 431، هتضيف الثلاث أرقام على بعض. ركز، احنا مثلا على سبيل المثال بنقول 431، هنضيف الأربعة والثلاثة والواحد، فهيبقى الرقم المفروض اللي نعرف رسالته هو كام؟ 8. لو مثلا عدد أكبر بيتكرر قدامك 988، هنضيف التسعة زائد التمانية زائد التمانية، هيبقى المجموع 25. يعني احنا هنضيف الأرقام الخانات اللي جنب بعضها وتقولولي الرقم كام. نبسط بعدها ونجمع مثلا لو المجموع 9 زائد 8 زائد 8، احنا لسه قايلين من شوية، يبقى المجموع 25. هتعمل ايه في 25؟ لان المجموع من خانتين، هنقوم جمعين الخمسة زائد الاتنين. معلش هقولها لكم تاني، لو مجموع الارقام اللي انت بتشوفها هم مجموعهم من خانتين، مجموعها ما سمعتوش في الارقام اللي هقولها لك، هتجمع رقمين زائد بعض. يعني مثلا لو المجموع طلع مجموع الخانات جنب بعضها 25، هتعمل ايه؟ لو انا ما قلتش مثلا ان ال 25 ده رقم ملائكي، هتجمع الخمسة زائد الاتنين اللي هو الناتج بتاعك، طلع 25، هتجمع 5 زائد 2 كده بقى الرقم الملائكي بتاعك 7. طيب لو الرقم اللي بيتكرر قدامك 0، الرسالة الملائكية اللي وراه بتقولك ان مساعدة ربنا ليك غير محدودة ومتاحة، بس لازم تكون واعي لده كويس علشان تعرف تتصرف. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدامك هو 1، أرجوك حافظ على تفاؤلك ونظرتك الإيجابية لأنك شخص متفرد، ما ترهقش نفسك في التفكير في جوانب سلبية من حياتك. رقم 1 معناه أنك مفيش منك كتير خالص، أنت مختلف جدا. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدامك 2 أو 1+1 مثلا مجموع 11 وحبيت تجمعهم، الرسالة بتقولك أنت شخص مطلوب منك كمية سعي كبير جدا وعمل، ومطلوب فيك شوية ثقة في الناس اللي حواليك، ما تبوظش اللي بتعمله من غير سبب. لو الرقم اللي بيتكرر قدام عينيك 3، بيقولك انت في مساعدات بتجيلك من كائنات نورانية بتحوطك لانك شخص جاذب لهذه الاجسام الطيبة، بيدعموك وبيساعدوك جدا وبيحموك من شرور كتيرة جدا من عالم الانس وعالم الجن. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر لك وبيتكرر قدام عينك كتير 4، محتاج ترتاح، محتاج فترة راحة سريعة جدا وعاجلة واسترخاء، انت روحك مجهدة جدا. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدامك 5، فالأمور بدأت تتغير للأحسن، وده بدعم من هذه الكائنات النورانية الملائكية اللي بتحوطك، ولسه في تحسن أكبر في الفترة اللي جاية. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدام عينيك وبيتكرر كتير هو 6، ما تركزش كتير مع الحاجات اللي بتلفت انتباهك وبتكون مستغربها وأحيانا خايف منها. بيقولك خلي بالك إن الفلوس مش هي اللي هتحقق لك أنت بالذات السعادة، ممكن تحقق لناس كتير لكن أنت مش ده، انت في معالم سعادة تانية ليك هتكتشفها قريب جدا. لو الرقم اللي بيظهر قدام عينيك 7، وفي ناس كتير جدا بيظهر قدامها الرقم 7، بيقولك ده رقم فرص جديدة، رزق كبير، فرص حلوة واحداث حلوة في الطريق ليك. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدام عينيك 8، هو رقم العزيمة، بتعاني من سرعة الاستسلام، فبيقولك أرجوك ما تستسلمش وما تيأسش بسرعة كده. لو الرقم اللي بيتكرر قدام عينيك هو 9، انت عندك كل المهارات والأدوات على فكرة اللي انت محتاجها علشان تنجح وتحقق أهدافك في الحياة. المهارات دي انت محتاج تشوفها بعينيك انت، مش الناس اللي تقولك عليها. الموضوع ممكن بياخد وقت للأسف، لكن بتوصل لنتائج انت ما تحلمش بيها. لو الرقم الملائكي اللي بيظهر قدامك 10 وبيتكرر كتير، في بداية، في مرحلة جديدة، محتاج منك بس نظرة تركيز ونظرة عميقة شوية والبعد عن عالم الماديات ومحاولة
زي ما بيقولوا التأمل والميديتيشن علشان تعرف تتنقل لهذه المرحلة. لو الرقم اللي بيتكرر قدامك 11 واحد جنب واحد كده على طول، بيقولك في طريق صحيح وقويم قدامك وإحساسك هيشدك ناحيته. المشكلة إن الطريق ده كل شوية بيظهر قدامك، وأحياناً أنت بتتجاهله، وأحياناً في كائنات أخرى بتدفعك لأنك تتجاهله. لو الرقم اللي بيتكرر قدام عينيك دايماً 12، في مشكلة. جسمك وطاقتك دايماً بتدور على منطقة الراحة، الكومفورت زون مثلاً. بيقولك البحث في مناطق جديدة ده مش قلق ولا ألم ولا توتر، محتاج تغامر. لو الرقم اللي بيظهر قدامك، هتشوفه بقى، احنا كنا بنتكلم في رقم 12، وهتشوفه دلوقتي لو الرقم اللي بيظهر قدامك 13، بيقولك لازم تلاقي بداية جديدة. كل باب بيتقفل بيتفتح وراه بواب تانية. جلسة برضو تأمل هتعرف الأبواب التانية فين. شيل من دماغك ان الدنيا مديالك ظهرها ومعجزة معاك ومضايقاك. الرقم 13 في الأرقام الملائكية مظلوم جدا، مش زي ما احنا متخيلينه، ده رقم وراه طاقات كتيرة جدا. احنا وقفنا عند 13 في قائمة الأرقام الملائكية. مفيش ظهور لرقم 14 صريح، ولا 15 ولا 16 ولا 17 ولا 18 ولا 19 ولا 20 ولا 21. طب يا يونس هنعمل ايه؟ لو بيظهر قدامك ابتداء من 14 ل 21 بتجمع الخانتين، بيظهر قدامك 14 هتجمع 4 زائد 1 هتاخد رقم 5 وتطبق عليه اللي لسه قايلينه، وهكذا لحد ما نوصل للرقم 21. علشان كده الملف ده تحديدا محتاج تسمعه على يوتيوب لما ينزل على قناة أحمد يونس على يوتيوب بتركيز جدا، وتكون عارف ايه الرقم الملائكي اللي بيظهر لك، علشان من خلاله تقدر تحدد انت الرسالة اللي جاية لك ايه. طب نروح بقى لو بيظهر قدامك 22 بصراحة كده. بيقولك ظهور 22 بالذات ما بتجمعلوش 2 زائد 2، وما تسألنيش ليه، هي القايمة اللي اتحطت انا جايبها لكم. وهنرجع بعدها ننط نطة كبيرة جدا. 22 بيقولك كل الامنيات اللي بتتمناها بدأ تحقيقها في عالم الماورائيات. انت محتاج تقتنع داخليا بده علشان تتحقق في عالم الماديات. وهنقف من 23 لحد 32، كل ده هنجمع برضو الخانتين، 23 يبقى 3 زائد 2، 24 يبقى 4 زائد 2 بيساوي 6، فهمني؟ وهنشوف الرقم ورسالته لحد ما نوصل ل 33. و 33 رسالته الملائكية بيقولك زي ما بتثق في إحساسك وحدسك وتوقعاتك، لازم تنتبه شوية للحقائق والواقع، محتاج تدمج الاتنين مع بعض شوية. الدنيا مش احساس بس ومش ماديات بس، انت ما بتعرفش تدمج الاتنين مع بعض. بيقولك طول ما انت في المرحلة او في الزون دي في مشكلة. ومن بعد 33 لحد اي رقم بتشوفه وبيتكرر، مش اي رقم كده يا جماعة عدينا عليه مرة يبقى خلاص ده رقم ملائكي، لا، رقم بهجمك مطردك، هتبتدي تجمع الخانتين وتشوف الرسالة اللي جاية لك. دلوقتي هتلاقي الملف موجود، لو بتسمعه على الراديو هتلاقيه موجود على يوتيوب، هننزله استثناء وهنببلشه كمان علشان تعرفوا تجمعوا الرسالة. هتلاقي الملف نزل على قناة أحمد يونس على يوتيوب زي ما بيقولوا كده اكسبشنال عشان تعرفوا تجمعوا الأرقام. لو بتسمعه بقى على يوتيوب فخلاص عيد بقى الملف زي ما انت عايز. طيب الرسائل الملائكية ساعات بتروح للناس بصيغة تانية خالص، بمعنى ساعات بتروح بالساعة، يعني تبص في الساعة، كل ما تبص في الساعة ما تلاقيهاش غير 10 و10، في الوقت اللي انت تفتكر او تبقى عايز تعرف الساعة كام تبص تلاقي 10 و10، او 11 و11، 2 و22، الساعة 2 ودقيقتين،
الساعة 4:44، الساعة 4:04 وهكذا. تعالوا بقى يعني هم حددوا مجموعة من الساعات دي بقى بالدقيقة كده، وهقول لك رسالة رسائل الملائكية فيها. بيقول لك لو كل ما تفتكر تبص في الساعة تظهر لك الساعة 10:10 أو 10:10 أو الساعة 1:01. بيقول لك الرسالة الملائكية ليك رسالة ثقة بالنفس كبيرة مطلوبة. بيقول لك مطلوب تحدي، تحدي كبير جدا تخوضه، مش هتدور عليه، هو اللي هيدور عليك. لو لما بتبص في الساعة بتشوف دايما الساعة 11:11 دقيقة أو 11:11 دقيقة، بيقول لك دي الويك اب كول أو نداء اليقظة، فوق ركز، في أهداف محتاجة نشتغل عليها. لو بتبص في الساعة كل ما تفتكر تبص في الساعة تلاقي الساعة 2:22 دقيقة، 12:12 دقيقة، 22:22 دقيقة، 2 ودقيقتين. كمل الطريق اللي انت ماشي فيه، أفكارك دلوقتي متماشية جدا مع الطاقة، كمل زي ما انت. لو لما بتبص في الساعة بتظهر قدامك 3:33 دقيقة أو 3:03 دقايق، بيقولك حس بالملائكة اللي محوطاك واعرف انك محاط بحماية شديدة جدا، واستغل ده في الدعوات وفي الصلوات. لو لما بتبص في الساعة بيتكرر قدامك الساعة 4:44 دقيقة أو 4:04 دقايق، آخر حاجة كنت بتفكر فيها هي إيه؟ الحاجة دي هيحصل ليها تبعيات كتيرة جدا، فيا ترى كانت حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ لو كل ما تفتكر الوقت تبص في الساعة تلاقيها 5:55 دقيقة أو 5:05 دقايق، بيقولك في تغييرات بتحصل في الفترة دي كتير، من كترها هتبدأ تقلق، بس الرسالة الملائكية بتقولك لا لا ما تقلقش ولا حاجة. لو لما بتبص في الساعة بتشوفها 6:06 دقايق، بيقولك في حاجة انت مقبل عليها محتاج إعادة النظر والتفكير فيها. أما لما بتبص للساعة وتفتكر تدور على الساعة وتشوفها كام تلاقيها 7:07، بيقولك الحظ حليفك في كل حاجة بتعملها، وده شيء حلو وانت مالكش يدي فيه على فكرة. لو بتبص في الساعة وكانت الساعة 8:08 دقايق، في مكسب مادي بيترتب لك في العالم النوراني. لو لما بتفتكر الوقت وبتبص في الساعة تلاقيها 9:09 دقايق، معاك كائنات حارسة وحامية، خلي بالك منهم علشان ما تفقدهمش بغلطة ولو حتى مش مقصودة. ممكن تدخلوا دلوقتي على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 158,000 وتقولوا لي الأرقام الملائكية اللي بتتكرر معاكم إيه؟ بيقولك التفسير والرسائل بتتغير، وبيقولك تغييرها برضو اللي بيطلقوا بيبقى علماء الطاقة والروحانيين. لكن الأكيد أكيد قوي إن فكرة تكرار رقم معين تشوفه كل ما تبص في حاجة، أو تكرار ساعة رقم ساعة معين كل ما تبص في حاجة تشوفه، ده مش اعتباطي ولا من باب الصدفة ولا من قبيل المصادفة خالص. تعالوا نرجع تاني لكلامنا عن البعد الخامس. عايز أقولك على جانب تاني ممكن تكون بتسمع عنه لأول مرة، وهو اسمه توأم الشعلة. بيقال في الأساطير، ولا البعض منها مقتنع أو البعض مننا مقتنع إنها حقيقية ومش مجرد أساطير، والبعض في الخارج مقتنع ومؤمن بيها، إن لما ربنا خلق الأرواح خلق كل 2 من روح واحدة، وفي البعد الخامس الأرواح اتقابلت وكل روح انفصلت لروحين، روح ذكر وروح أنثى، وبقوا فعلا. مش مجرد كأنهم روح واحدة في جسمين مختلفين، لا، انفصال تام. ولما بيلاقوا بعض بتتولد علاقة توأم الشعلة. وعلى فكرة عشان كل حد يلاقي توأم الشعلة بتاعه لازم يكون مستعد لدخول البعد الخامس، أو دخله بالفعل ويكون عدى بمواقف صعبة كتير من الألم والخسارة والأحزان والمواقف الصعبة.
ناس هجمت ورفضت هذا المبدأ وقالوا التدخل في شؤون الخلق وكيف بدأ الله الخلق وكيف خلقت الروح هو ضرب من ضروب الكفر والشرك. والبعض قال إن الموضوع ملوش علاقة أصلا بالرومانسية علشان يفتكر يقولك السول ميت والحاجات دي خالص. علامات توأم الشعلة زي ما قالوا الروحانيين إيه؟ لما تقابل شخص الأول مرة وتحس كأنك قابلت نفسك، حاسس إن الشخص ده تعرفه قبل كده ومن زمان، حاسس إن في رابط قوي بينك وبينه، في حاجات كتير أنتوا شبه بعض فيها، خصوصا في الحاجات اللي مريتوا بيها زمان وأثناء الطفولة. يعني مثلا أنتوا الاتنين ما كنتوش بتعرفوا تكونوا صداقات، أو أنتوا الاتنين ما كانش عندكم تواصل صحي كافي مع الأب والأم، أو الاتنين مع بعض. وما بتكلمش على فكرة عن توأم الشعلة ده ان هما اتنين بيحبوا بعض، على فكرة ممكن يكونوا اتنين رجال اتنين سيدات، الفكرة انهم توأمة مش علاقات. بتتواصلوا على طول ويوميا وبيتكرر ظهوركم في احلام بعض، بتكونوا في حالة اكتئاب في نفس الوقت تقريبا. علاقتكم دايما بتكون قرب وبعد، on و off، شوية تكونوا كويسين جدا مع بعض وشوية تقلبوا على بعض زي ما بيقولوا قلبة جديدة، وبعد كده ترجعوا تبقوا كويسين تاني، وبعد كده ترجعوا تبقوا بعاد تاني. حتى لو البعد كان سنة ويمكن أكتر، حتى لو كان ساعة ويمكن أكتر. وعشان كده في علاقة توأم الشعلة دايما بيكون في طرفين، شخص هارب وشخص مطارد. واحد هو اللي بيبدأ بالبعد دايما والتاني بيطرده، والاتنين حاسين ان هما مهما بعدوا في الآخر بيرجعوا توأم الشعلة مرة تانية. وبأكد أنه ملوش علاقة بالعواطف ولا بالعلاقات والحب والكلام ده خالص، دي توأمة، عشان كده سموه توأم. توأم الشعلة دايما عايزك تكون أحسن وبيشجعك على ده، علاقتك بيها تصلح مشاكل نفسية كتير عندكم أنتوا الاتنين، وده الفرق المهم والعلامة اللي لازم تكون موجودة في علاقة توأم الشعلة، لأن من غير وجودها بتبقى زي ما بيقولوا كده علاقة سامة توكسيك مؤذية ملهاش علاقة بتوأم الشعلة خالص. مش ساعات انت لما تيجي تتكلم عن حد او انت تتكلمي عن صديقة ليك تقولي دي توأمي؟ اهو بيقولك توأمي دي انت اخترت ولقيت توأم الشعلة بتاعك وبتاعك، ولكن مش واصل لك المعلومة بهذه الدقة. تيجوا نعرف ايه العلامات اللي بتقول اننا انتقلنا للبعد الخامس لو احنا انتقلنا بالفعل، وده في الغالب هيحصل لناس كتير من اللي عندهم علامات الاستعداد اللي قلناها مع بداية السنة الجديدة مثلا 2023. حاجة كبيرة تتغير في حياتك، وظيفة، بيت جديد، ناس جديدة وبياخدوا مكان وحيز مهم في حياتك، احلام جميلة تشوفها وانت نايم بألوان صريحة وصاخبة، عمرك ما شفت حاجة زي كده بالشكل ده قبل كده، بتشوف العالم كله حواليك بشكل جديد وكأنك بتشوفه لأول مرة، المشاعر السلبية عمالة تتلاشى من عندك بشكل كبير، خلايا كتير هتتغير في جسمك وهتبدأ تلاحظ ألوان جديدة ما كنتش بتركز معاها قبل كده، شكلك وملامح وشك بتصغر، يعني لما حد يشوفك وتقول له أنا عندي كذا يقولك لا 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 ده شكلك أصغر من سنك بكتير، الأكل بيقل ما بتاكلش كتير، يعني زي ما بيقولوا كده خلاص الشهية بقت أقل من قبل كده، وبتتجه لا إراديا كده زي ما بيقولوا كده بدأت تدور على الأكل الصحي، وبدأت تزهق وتتعب من الأكلات الدسمة، اتصالك بربنا بيكون أقوى، محافظ على عباداتك وصلواتك أكتر من الأول، عندك رحمة كبيرة في قلبك، بتحب الحيوانات بتتعاطف معاها وبتعطف عليها وبتهتم بيها، بتقدر تتخاطر مع أي حد وتبعت له رسالة توصل له على طول، وتقدر كمان تعرف الشخص اللي قدامك بيفكر في إيه أو نواياه شكلها إيه. حاجات تانية كتير لو قلناها دلوقتي في ناس كتير هتحس إن إحنا بنتكلم عن حاجات في الخيال أو كأننا بنحكي في حاجة من سلسلة بعد الآن بتاعتنا، حاجات كتير العقل مش هيستوعبها دلوقتي، لكن في ناس من اللي بتسمعني أنا متأكد 100% إن هما بصموا بالعشرة إن هما انتقلوا بالفعل للبعد الخامس. قبل ما أختم كلامي وملفنا النهاردة عن البعد الخامس، الكلام اللي حكيناه دلوقتي كله
أكتر ناس هتصدقوا يقتنعوا بيه تماما ويحسوا بيه هم الناس اللي مستعدين للانتقال للبعد الخامس، أو بالفعل اللي انتقلوا له خلاص. أما الناس اللي هيحسوا إن إحنا زي ما يقولوا كده بالبلدي بنخرف أو بنهزي، للأسف أحب أقول لكم أنتوا لسه مش مستعدين للانتقال للبعد الخامس. لما العقل يبتدي عندك إدراكه يكون أشمل بكتير ويتقبل مثل هذه المعلومات، اسمح لي أقول لك أنت جاهز للانتقال للبعد الخامس. الناس اللي تعاملت مع ملف الماسونية لما حكيناه باقتناع وبدأوا يدوروا وبدأوا يدركوا فادحة الأمر، هي دي الناس اللي فعلا أدركت وبدأت تنتقل تدريجيا للبعد الخامس، لأن هم أيقنوا أن الحقائق والصور المادية اللي احنا متعودين عليها في حاجات تانية غيرها كتير مش ملموسة، لكن بدأوا يحذروا. خلي بالك انت ممكن تكون لسه حتى ما اتنقلتش من البعد الثالث للبعد الرابع. ده انت لو مين؟ ده انت لو الشخص اللي كل ما يسمع حاجة من عالم ما وراء الطبيعة يقول ايه ده، ايه التخريف ده، انا مش مصدق حاجة، بطلوا كذب، بطلوا بطلوا، اللي هو رافض تماما حتى يتأمل ولو للحظة في عالم ما وراء الطبيعة اللي كلنا عارفين ومتأكدين انه موجود، لكن ممكن نكون بنتعامل معاه بفكرة عدم التصديق وعدم التكذيب، وممكن نكون نتعامل معاه باقتناع وتأييد، وممكن نكون بنتعامل معاه بإيمان مطلق، وممكن نكون بنتعامل معاه بتكذيب مطلق. كل ده مراحل للانتقال من بعد لآخر. لو انت سمعت الملف بتاعنا ده على حلقة الراديو 9090 على الهواء في كلام معلمين، اسمح لأقولك ان هننزله على قناة احمد يونس على يوتيوب دلوقتي، علشان انت محتاج تسمعه تاني وتجيب ورقة وقلم وتدور على علامات انتقالك للبعد الخامس وتدخل تكتبها لنا، وكمان تدور على الرسالة النورانية والملائكية اللي اتبعتلت لك وبرضو بتظهر لك والرقم بيتكرر قدامك وتقوله لنا. اما لو بتسمعه من على يوتيوب فتمام يا فندم، فل الفل. بكرة الجمعة الساعة 1 الظهر ما تنسوش على قناة DMC حلقة جديدة من برنامج أتوبيس السعادة، يشرفني جدا ان حضراتكم تتابعوها 1 الظهر كل يوم جمعة على قناة DMC برنامج أتوبيس السعادة.